أكيد شفنا الفيديو كليب رامي ومهدى لرامي بصوت كارلو نخلي وبصوت الفنانة نور، والترتيل اللي سمعناها بالآخر بصوت رامي. مرة جديدة بنقول رامي الله يرحمك. كنا عم نقول تحت الهوى مثل ما ذكرتي راغدة، رامي ملك بالسماء. هيدا على إحساس مظبوط، فإحساس الجميع لما يكون شاب بعده بأول طلعته مهذب وطموح وينخطف هيك من بيناتنا، أكيد مطرحه بالسماء أو مطرحه بمكان آخر يمكن له وجود أكثر مما يكون على الأرض. كمخرج ومنتج وخاصة لنحكي عن الشق الإنتاجي وصاحب شركة إنتاج إلي، لو رامي كان بعده على قيد الحياة كيف تتخيل يكون مستقبله الفني؟ كيف تتخيل لوين ممكن يوصل بين النجوم؟ هلا أولا أنا كنت رافض أخذ حدا جديد، ولما اتصل في فؤاد فاضل وقال لي، قلت له ما بهمني، قلت له بس مين؟ طلع عندي حشرية بس أعرف مين. قال لي رامي، قلت له طيب تعال أنت وياه ونقعد نحكي. فرامي عنده المستقبل اللي كان كتير حلو، وعنده لكل المؤهلات النجومية اللي ممكن توصله. كان شاب صغير، صوته فيه إحساس وفيه دفى وصوته حلو، وعنده كاريزما الكافية لأنه يكون نجم الصف الأول. كان بده شوية وقت، مش قد غيره، ولكن كان بيوصل بسرعة كتير كبيرة. خاصة استنتجت من بعد ما نزل كليب رامي وغنية رامي، استنتجت قديه في عالم بتحبه لرامي، مش بس بلبنان، بالعالم العربي صحيح. كله صحيح، محبة الناس وهالكاريزما اللي كانت عنده إياها بتختصر كتير من المسافات ومن الوقت. صح، وهن بالنهاية العالم اللي صحيح. اللي بيعملوا الفنان واللي بيعملوه نجم قديه بيحبوه، قديه بيطلقوه بيشهروه أكثر 100%. وحتى أنت كيف تفاعلوا مع هذا الموضوع كان كتير كتير حزين. سهى عم تحكينا من دبي، من مسيكي بالخير يا سهى، ونقول لك رمضان كريم. مساء النور للجميع. اهلا وسهلا كريم على كل شخص عم يتابعنا الليله. اهلا وسهلا فيك يا سهى، تفضلي. اول شيء بحب اوجه تحيه لكل الموجودين معكم. تسلمي. واكيد تحيه لروح رامي. على فكره رامي كان ملاك بيناتنا ونحن ما كنا عارفين الا لما فقدناه. واكيد الحقيقه رح يجي نهار ورح تبين وكل العالم رح تعرف انه رامي انظلم. نعم. انا بحب كمان وجه تحيه لكارلو ونور واشكرهم على الفيديو كليب الحلو اللي عملوه لرامي. وكمان بدي وجه تحيه لرحمه وقلها انه هي انسانه رائعه، وبوقفتها حد اهل رامي بينت قديش هي عن جد عكس ما العالم فهمت شخصيتها بالاكاديميه. رحمه انسانه كثير رائعه، يلي بعشرها مضبوطه بيعرف قديش انه هي رائعه. وأنا بحب أقول لرحمة إنه الدنيا كتير قصيرة، فإذا أنت زعلانة من حدا ما لازم تضلك زعلانة منه، لأنه ما في شيء بيحرز. نعم. أوكي يا سهى. بس هيك؟ بس هيك. أوكي، شكراً لإلك وعلى مداخلتك. بتعرف شيء سهى نحن ما بنعرفه؟ يا رحمة من مين زعلانة؟ مش من حدا. هو على كل حال بشهر رمضان شهر التصالح، ما هيك؟ إيه. ففرصة حتى واحد تصفي القلوب وتصفي النيات. أكيد أكيد. مش لازم؟ لازم. مش لازم. خلص ما بدنا زعل بقى. لا لا ما في زعل لا. خلينا ننتقل للكويت، اتصال جديد. رمضان كريم هديل. ألو. السلام عليكم. وعليك يا رب، تفضلي هديل. ممكن اكلم رحمه؟ اكيد رحمه معك، تفضلي. هلا هديل. الو. هلا هديل. رحمه. هلا. احبك اموت عليك. حياتي واني بعد. رحمه. رحمه، عود مو رحمه. بالياي صاري؟ ايه. عادي اطلب طلب؟ ايه اكيد، تفضلي. عادي تعطيني ايميلك؟ ايميلي على الهوا؟ شو رايك تحت الهوا يا؟ في ايميل خاص بالشغل ولا بس ايميل الخاص؟ امبلا في بس فيسبوك، ما بتزبط على الفيسبوك؟ ايه كلهم عندهم. اوكي رحمه دوت ارت اي ار تي. اوكي 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 هديل، في شيء اي استفسار اخر؟ اوكي يا هديل، شكرا كثير. هديل ما بدك؟ هي بدها اكيد. قبل ما نتابع بهالموضوع رح نتذكر نحن وياكم وكل المشاهدين بعض اللقطات من اللقاء السابق اللي كان لنا شرف وجمعنا مع الراحل رامي شمالي اللي كان بضيافة عيون بيروت قبل حوالي الاسبوعين من الحادث المؤسف.
اول شيء يعني تجربه كثير حلوه، اكيد تجربه كثير فيها صعوبات وفيها يعني فيها ستريس وفيها ضغط، بس يعني احلى شيء معقول واحد يعمله بحياته هو يخوض تجربه ستار اكاديمي. يعني بيستفيد مش بس هو كصوت، بيتعلم كيف يعيش مع ناس، كل واحد جاي من بيئه مختلفه ومن بلد مختلف ومن عالم يعني غير عن الثاني، هو يعرف كيف يتاقلم معهم. يعني غير انه صفوف وريبيتيسيونات يعني تمارين ويعني استفاده، يعني اكيد استفاده اكيد. شو عملت اللي بالبلد عم تفضى شوي شوي؟ شو عملت اللي بالولد راح وما سأل علي أنا؟ شو عملت اللي بالبلد عم تفضى شوي شوي؟ شو عملت اللي بالولد راح وما سأل علي؟ وتسمع هموم الناس مدري شو صاير بالناس، وتسمع هموم الناس مدري شو صاير بالناس. خبرني على أي أساس نحن بلد الحرية؟ أنا في شغلة إنه عندي بحياة الأولوية يعني ل ل لشهادتي يعني، فانطرت أخذت شهادتي وقدمت. أنا ذكر بس شو دراستك؟ دراستي كل شيء اسمه أجرو أليمونتير، يعني بالعربي بالعربي زراعة ولا لا شيء تغذية؟ تنظيم لا شيء غذائي يعني شيء عضوي يعني ولا كل شيء كنترول كاليتي على الأكل أوكي. رقابة على الأكل وعلى نوعية الأكل مظبوط يعني شغلنا كله باللابراتوار وبالمعامل تبع المصانع. روب أبيض مش ميكرو يعني. أيوة روب أبيض مع الشابول. خدني معك يا حبيبي يا حبيبي مطرح ما لون الأزرق غاب، نمشي سوا يا حبيبي يا حبيبي عأرض الرمل اللي فيها عشاب، بعب الهوى خبيني خبيني واتركني ضيع بقلب نهار، قول للهوى يا هواي نسيني نسيني يوم صرنا كبار. خدني معك على دربي بعيدي مطرح ما كنا ولاد صغار، دفي ربيعي بشمس جديدي نسيني يوم صرنا كبار، نسيني يوم صرنا كبار. آخ يا رامي صوته رح يبقى بقلبنا، رامي شمالي هيدي تحية لإله، يمكن هيدا اللي بنقدر نحن نعمله بس من خلال صوتكم كمان والأغنية كارلو نخلي ونور، كمان رح تبقى هالأغنية وتبقى هالذكرى دايما نرجع نتذكره من خلال صوته وأغنياته. إلي قبل ما تغادرنا اليوم بالاستوديو بدنا نحكي شوي عن شركتك، شركة الإنتاج، بنعرف إنه كارلو نور معك، مين غير فنانين ماضيين بشركتك؟ بس كارلو إي سي برودكشن. إي سي برودكشن مظبوط. بس في كارلو بس نور. كان في قبل الفنان زياد برجي بس مزبوط. صار في خلاف، شو القصة مع زياد؟ مش الحال، انفسخ العقد بيناتنا. مش الحال إنه انفسخ العقد؟ إيه انفسخ. شكل سلم انتهى آخر شيء كل شيء؟ الحمد لله. إن شاء الله. ان شاء الله دائما الامور بستخدمها بطريقه مسلمه، مع انه البدايه كانت كثير يعني كان كمان معنا بعيون بيروت وكان مزبوط. عم يحكي بشكل كثير محبب عن هالجامعه بعد خلافه قبل ما مزبوط. كمان دائما بحكي عنه كمان كانت بالمنيح لانه زياد عنده الصوت وعنده الاحساس وعنده المؤهلات كمان اللي بتوصله انه يوصل. إلي يعني اليوم الشركة مثل ما سبق وذكرت بتضم كارلو وبتضم نور، في إمكانية أشخاص جداد وفي حال إيه؟ هل هناك من شروط برأيك لازم تكون متوفرة عندهم لحتى ينضموا لشركتك؟ وين رحمة بالموضوع؟ شو رحمة؟ حدا حدك مثلا؟
كثير ناس ما عندها المؤهلات اللي بتوصل هلا صرنا نصلح رحمه بدك تكون فوق الشركه لا عم بنزح اعطاني كونترا بس انا ما هي ما بدها تمضي دائما بنسمع شفت هلا عم نسمعه لو مش انتم حد بعضكم كنا قالت يمكن كنا ممكن نسمع يمكن من غير اشخاص مش عم بحكي عنكم صح لا ممكن ايه ممكن اخذ حدا جديد ايه ما في مشكله بس اهم شيء انا عندي هيدا معروف فيها الصوت قبل كل شيء بيرجع بعدين بيجي الشكل وبيجي قبل الصوت التهذيب والاخلاق والترتيب ويكونوا اولاد عيال كانك عم تحكي عن رحمه عشان نحن عم نسلمسل للموضوع كان عم بحكي عن رحمه وعن كارلو وعن نور كمان اكيد طبعا هن اصلا من الشركه هن عم يتوسطوا لي انت اللي بدك نكون فاعلين خير يعني لا ما بدي اقول رحمه يعني هلا كنا عم نحكي برا هي ما بدها اصلا تمضي يعني ما بهمها تمضي معي انا مع غيري ما بعرف عن جد هي هيك قالت لي برا لكن في موضوع في تفاوض يعني على عم فكر اوكي اعلمونا تبقوا بيه طبعا نور